فجعت صراحة جوعتنا بصراحة. وهي من بكري دبرنا شو ما دبرنا، وانا اقول يا ربي شدبرت لنا فيتن شدبرت لنا فقرتنا اسمها فقرتنا اسمها دبرنا ما دبرنا اش دبر علينا معلمنا، اش دبرت علينا فيتن في فقرة الطبخ. اليوم دبرنا حويجة سهلة وبقدرة ربي في متناول الانسان الكل، معناها كسوا في التكنيك تاع قدينا كسوا في التكاليف تنجم معناها في طريقة الإعداد، طريقة الإعداد ولا في التكاليف نتاعها، حاجة ما تكلفش غالية عاملينها ساهل. وانت عادة لازمك تكون فنانة، هي ساعة الحاجة شنية خبزة درع، خبزة درع احنا ما نقولوش جاتو درع، قولوا خبزة درع. نعم حاجة خطرة عربي ربيونا بها والدينا، كبرنا بخبزة الدرع وسوفان طيبوها كان في الشتاء ولا رمضان هكا ذكرنا نوستالجي ورمضان. طيب خبز الدرع في الصيف اي خبز الدرع انا طيبها كيما طيبها الوالده يرحمها الله يرحمها، كيما طيبوها الناس الكل، اما نتفنن في الشكل تزيينه في الابداع نبدع في الزينه في الشكل بوغ اجوتي ان بلوس، فهمت؟ ما يخذلكش برشا وقت ويفرح ياسر العبيد. هذاك في ديننا يا فيتن تعرفش اسمه الاحسان، اللي هو انا نحب نحسن راني، الواجب انك تفعل ما انت مطالب به، لكن الاحسان انك تضيف ديد من روحك على حساب ربما وقتك وصحتك وراحتك، هذاك هو الاحسان. انا نقوم الصبح بكري انتخوتخ اختي اللي قلت لكم الكل، اولادي ملي يعرفوا رواحهم هاي المراه مراه والراجل راجل، عمرهم ما يعرفوا فطور الصبح بكري. هذاك هو ناخذوا من وقتي ومن نومي، وكي نحط لهم تاوت فطور الصباح تشهد تاع ويكاند تشهد، مش انا بعد اللي باش نبدا نرمي في حوايجي ونجري ماشي نخدم نهار كامل مره واحده. عندنا برشا ما نتعلموا نشوفوا الوصفه كيفاش نحضروها، وصفه خبزة الدرع على في من مطبخ هي المكونات زمنيه وكل، اما الشكل الطريقه عصريه عصريه ريفيزيتي نقولوا احنا، وفيها لمسه سحريه، لمسه سحريه اللي هي بديها. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيد المرسلين. كل شيء نعمله بالبسم الله هنا، وسوفون تقني طول ما انا نطيب وانا نصبح. الله اكبر الله الله. سيكون غذاء فيه شفاء فيه هداية فيه بركة فيه برشا محبة، باش ينشر برشا محبة في العائلة أكيد يا فيتن. نشوف الوصفة مع بعضنا إن شاء الله. يلا الله يعيش النساء عسلمة ومرحبا بكم. دبرتنا اليوم إن شاء الله تكون خبزة الدرع، خبزة العادة والعويد، باش نعملها غوفيزيتي، باش نزيدوها حاجات ونقصوها حاجات، وبقدرة ربي وانا نعمل فيها نعطيكم كيكو زاستوس. نبدأ عندي هوني انا حضرتهم خبز الدرع، ما لازمش واحد زيدا يحط منهم برشا خاطر يمروا. فوالا باش نحط الزبيب، الزبيب هذايا نفخته قبل في العطر شيع باش يبدا طري ما يبداش كلي شايح، وباش نحط منه شويه مش برشا، خليه شويه زينوا به من فوق. هذايا خمير تحلو باكو، خمير تحلو على الكونتيتي هذايا، خلطوهم كيف كيف. عندي شويه بفريوه مهروشه فاكولتاتيف، ماهيش حاجه لازمه، راني الفاكهه اللي باش نوريها لكم كل ماهيش لازمه، لازم الجلجلان والزبيب ويا حبذا شويه قشور برتقال. الفاكهه الاخرى انا عندي شويه حطيت، اللي عندوش ما يحطش. خلطوا كيف كيف، تو نجيو في الوسط ونعملوا حفره هكا صغيره باش نحطوا فيها توسكي ليكويد، المكونات السائله كل. خبزة الدرع الأصل تتعمل بزيت زيتونة، اللي ما عندوش زيت زيتونة يعمل زيت نباتي، ما فما حتى مشكل. أنا استعملت زيت زيتونة أو كأببخي كيس من عش قداش يرفع ما كيس. بسم الله خلطوا شوية باش يشرب، باش نجم نزيد المكونات السائلة الأخرى. هو راهو زيت زيتونة مع الدرع ياسر ياسر يبنن، وما يقعدش راهو كتيب، ما يقعدش المطعم متاع زيت زيتونة، بالعكس يعطي بنا ما نحكي لكمش. انا خبزة الدرع نعملها بالعطر شيء، اللي عنده زهر اللي عنده ما ورد
اي ماء يفوح اعمله. انا بيرسونيلمون نعملها بالعطر شيق. بسم الله. كيسه هكا خلطه كيف كيف. تشرب شويه. نسينا العظم، العظم مغسول، مناخذوش الغيسك، نستعملو عظم ممسخ، نستعملو عظمتين، ونشوفو، نزيدها عظمة أخرى مازالت تقبل. دونك أنا عملتها بالعظم، وفما الغسيت متاع الدرع الزمنية القديمة اللي أمي يرحمها مثلا كانت تعملها، تعملها من غير عظم، هي بيدا ومن غير عظم، وتشد روحها وتطلع بالقدا وتجي زادا ياسر بنينة. أما أنا حق جي بريفيري نعملها بالعظم، خاطر نعرف اللي برشا باش يتسائلوا يقولك كيفاش خبز جاتو من غير عظم. دونك فوالا، ثلاثة كعبات باهين على اللي حطيته الكل. وتوا باش نبدا نجري في لاباري نتاعي هذا بالحليب. بسم الله. حتى نشوف خسارتها الحليب يلزمها لا خاثره ولا جاريه ماء. عاد عينك ميزانك، الحليب بحذاك، ابدا صب وشوف. حتى نشوفها مع بعضنا نعمل نوع. نزيدها شويه. الدرع يشرب مع الجلجلين ومع الفاكهة يشرب، دونك تستحق للحليب. نورمالمون سي بون، خسرتها باهية. ما نحكي لكمش على الريحة والبنة ريحة طالعة بنينة 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 تشهي من العطر شيء. اغزلولها هاكا، لا هي خاثرة ولا هي جايرة مايا، هي لا. مادام انا حضرت هذايا الكل، نكون قبل حليت الفور على 180 دوغري 180 درجة باش ما كملت انا لما هو سخن بالكدا ونحشيو الخبزه نتاعنا. ومن بعد باش تشوفوها طابت ولا لا، تاخذوا ان كوردون ولا سكينه مذبه تحشيوها في الوحده، كان خرجت شايحه سيك الجاتو طاب. اما ما تقعدوش كل دقيقه تطلوا عليها راهي تيح. طاب تو باش نصبوها في المول. نوريكم كيفاش نزينوها. انا اخترت المول هذا سيليكون مزيان وسهل باش من بعد تخرج الجاتو نتاعك من غير ما يتكسر لك. فما هذايا، فما انواع، انا اخترت هذوما صغيرات. عندك هكا دي بار انديفيديوال كان باش تعطي كل واحد طرف تقاه مزين وحده، ولا تحب تقص القصر نتاعنا المفيد هما يزينوا ياسر الجاتو. دونك فوالا ليه.
شمت بابي. الجاتو قبل ما تدخلوه الفور خاطر كي باش نخرجوه انا نرشه بالفيكيا باش تطيب في وسطه كي يخرج يخرج من اصله مزيان. هاكا نعطيكم استوس، الفيكيا صبوها على الحراف ما تصبوش برشا في الوسط خاطر هو كي ينفج باش يتشق في الوسط يدوكوك الفيكيا ما عادش باش تظهر. اما كي تحطوها على الجناب تقعد لكم من بعد كلها مزينه هاكا ديما لجنب من الداخل ومن برا. حطيت شويه هذايا لوز كل افيلي باش نحط شويه بوفريوه مهروشه كان عندكم زلجلين مازال عندكم زيدوا رشوها من فوق بالزلجلين. شويه زبيب كها زينه الاخرى بعد ما تخرج وتو نحطوها في الفور. بسم الله كيف كيف باش نعبيو هذوما ونحطوهم في الفور. نشوف يزيون نعبيهم الزوز ولا باش نعبي شويه هكا وشويه هكا. انا والكونتيتي نتاع خبز دراع اللي قاعد ما تعبيهمش الفم ديما خليه ناقص شعره باش كي ينفج ما يخرجلكش لبرا. عبيهم ديما هكاكا 3 كار لي مول على سي بون ربي نزل بركته. هذوما مش باش نزينهم على خاطر هذوما كي تنحاو يتحطوا على الوجه الاخر. دونك من بعد ما تطيبوهم نعطيكم استوس كيف باش تلصق لكم الزينه. طيبوا شحور خفيف ولا خذوا كناباج نتاع معجون المشماش ادهنوهم وزينوهم بالفيكه كيما تحبوا نتوما. توا باش نطيب هذايا الاخر نطيبو من بعد خاطر الفور بطبيعته ما عادش يرفع لي. من بعد باش نصب هذوما ونحشيهم معاهم كيف كيف في الفور ونزينهم من الفوق هذوما كيما الخبزه الكبيره وتزينوا كيما تحبوا وان شاء الله صحه وبالشفاء.